تقول السائلة هل يجوز قص وتنظيم الحوائج للمرأة؟ لا، ملعونة من فعلت هذا، من قصت أو حلقت حواجبها أو أخذت شيئا منها فهي ملعونة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تزيل شعر حواجبها، والنامصة هي التي تفعل النمص بغيرها، وأما المتنمصة فهي التي تطلب هذا ممن تعمله فيها. هذا كله لا يجوز، لا العمل ولا المعمول معه هذا الشيء، كلاهما ملعون، كلاهما ملعون، التي نمصت والنامصة التي تعمل هذا وتشتغل به. لأن بعض النساء تشتغل تحترف هذا الشيء، هذا حرام ملعون فاعله.